جوزيف ووكر على وشك القيام برحلة طيران تاريخية، لكنه لا يعرف ذلك بعد. يبتسم لقائد الطائرة المرافقة ويشير بعلامة الحسم ويغلق مقصورة صديقته المعدنية الجديدة، أحدث طائرة صاروخية بدون محرك X-15. توجد طائرته الآن تحت جناح قاذفة القنابل B-52 التي تحلق الآن على ارتفاع 13 كيلومتراً. جوزيف هادئ ومبتهج للغاية لأنه كان يستعد لهذه اللحظة طوال حياته. إنه يثق بصديقته المعدنية أكثر من أي شيء آخر. ألقت قاذفة القنابل طائرة X-15، تنطلق الصواريخ بقوة دفع هائلة، ويحلق صاحبنا جوزيف بثبات نحو حافة الفضاء. يدرك جوزيف أن حلمه للقيام بأول رحلة طيران تحت مدارية على وشك أن يصبح حقيقة. يضبط جو إعدادات التحكم لتعزيز طاقة الصاروخ، وعلى عكس الإطلالة المعتادة للسماء الزرقاء من الطائرة، لم يستمتع برؤية انحناء سطح الأرض الجميل والأفق الأسود إلا عدد قليل من البشر. أظهر رد فعل جوزيف ووكر انعدام الجاذبية. مرحبا بك في الفضاء، يقول الطيار بهدوء، لقد نجحنا يا رفاق. لطالما كان ووكر مدفوعا بالرغبة في العمل والتقدم، كان دائما ما يمضي قدما ويسعى لتحقيق أعلى المراتب دون توقف. وخلال مراهقته كان يحب الركض وهو يمد ذراعيه على الجانبين، كان يتخيل ساقيه ترتفعان عن الأرض فجأة، كان يشعر أنه يطير ويحلق مثل طائرة. عندما بدأ العمل طيار اختبار، اعتاد التحليق فوق أضواء المدينة عند الغسق. كان تشكيل الأضواء المتجمعة بالأسفل يذكره بالنجوم البعيدة التي يتمنى الوصول إليها. عندئذ ولد حلمه الجديد بأن يصبح رائد فضاء وينال شارة رواد الفضاء التي يعتبرها شرفا عظيما. وفي سبيل تحقيق حلمه درس جوزيف بجد وحصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء، وجمع أيضا خبرات واسعة في اختبار الطرازات الأولى من مجموعة الطائرات إكس، وقام ب 27 رحلة طيران في طائرة صاروخية بعد انضمامه إلى اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية ناكا في درايدن عام 1951. وبذلك نجح في الجمع بين الخبرة والإلمام الجيد بالأمور الهندسية. ما الذي يدفع طيار اختبار للمخاطرة بحياته كل يوم؟ هل هي الشجاعة؟ أم الشعور بالواجب؟ أم الإخلاص؟ أم الشغف؟ الجواب هو كل ما سبق. كان جوزيف طيار اختبار موهوب، ولم يكن ليستبدل وظيفته بأي وظيفة أخرى، لكن طموحاته دائما ما كانت أعلى وأعلى. وهكذا أصبح الشخص الأنسب لبرنامج رحلة الفضاء X-15. عندما وجهت له الدعوة ليكون الطيار الرئيسي للبرنامج، كان على الفريق بأكمله بما في ذلك المهندسين وكل طياري الاختبار البالغ عددهم 12 طياراً إثبات قدرتهم على تصميم طائرة يمكنها التحليق بأمان عندما تفوق سرعتها سرعة الصوت. قبل ذلك لم يكن الطيران بالسرعة فوق الصوتية إلا مجرد نظريات تدعمها بضعة اختبارات نفق الرياح الفرعي. لهذا كان يتعين عليهم الإجابة على العديد من الأسئلة من قبيل: هل سيتمكنون من إثبات ذلك؟ هل سيتمكنون من تصميم طائرة مستقرة ويمكن التحكم بها عندما تفوق سرعتها سرعة الصوت؟ هل سيتمكنون من تصميم هيكل يمكنه تحمل معدلات الحرارة العالية المرتبطة بالسرعات فوق الصوتية؟ والأهم من ذلك كله، هل سينجو الطيار ويتمكن من العمل بشكل ملائم في هذه البيئة عالية الطاقة؟ عندما انطلقت الطائرة X-15 من جناح قاذفة القنابل، بدأت في السقوط الحر لبضع ثوان. عندئذ شغلت الصواريخ، أي أنه كانت هناك مخاطرة كبيرة بتعطل الصواريخ أيضا. كما تعين على فريق العمل تصميم طائرة يمكن التحكم بها خارج الغلاف الجوي، ويمكنها العودة إليه بنجاح بسرعة عالية وزاوية دخول شديدة الانحدار. ذلك أنه إذا كانت زاوية الطائرة X-15 خاطئة، فسوف يكون التحطم مصيرها المحتوم. والآن هل يمكنهم إثبات كل هذه النقاط والمخاوف؟ حياة طيار الاختبار هي مجموعة متتالية من المخاطر المنتظمة. كان جوزيف يعرف تشريح صديقته المجنحة بقدر ما يعرف نفسه هو، لأن حياته كانت تعتمد عليها كلياً.
بدا شكل الطائرة X-15 مثل خزان نفاث كبير مع قمرة قيادة بطول 15 متراً وعرض 6 أمتار وارتفاع 4 أمتار. لكن خزانات الدفع النفاث تشغل حوالي نصف طول الطائرة، وتزن X-15 حوالي 6800 كيلوغرام بدون الدفع النفاث، و15 ألف كيلوغرام مع احتسابها. وتحتوي خزانات الدفع النفاث على الأكسجين السائل والأمونيا اللامائية للتحليق بسرعة 6 ماخ أو 6440 كيلومتراً في الساعة. ينبغي تصميم الطائرة لكي تتحمل درجات حرارة تصل إلى 648 درجة مئوية، ولهذا السبب صممت الطائرة X-15 من سبائك إيكونال X الفولاذية، وهي عبارة عن سبيكة بالغة المتانة من النيكل الفولاذي. لم تصمم سوى 3 نماذج من X-15، وكانت أسرع طائرة في ذلك الوقت بفارق كبير جداً عن منافساتها، حيث كانت قادرة على التحليق بسرعة تصل إلى 7 أضعاف سرعة الصوت، أي 7274 كيلومتراً في الساعة. وبعملية حسابية كان بإمكان جوزيف ووكر التحليق بالطائرة إلى حافة الفضاء والهبوط مجدداً خلال 12 دقيقة. كانت الطائرة مجهزة بمحرك رياكشن موتورز XLR-99 الصاروخي السائل، الذي تصل قوته الدافعة إلى 253,500 نيوتن. خلال رحلة ووكر الأولى على X-15 لم يكن يدرك مدى قوة المحركات الصاروخية، فدفع بقوة كبيرة على مقعد الطيار وهو يصيح من شدة دهشته. يزن مقعد الطرد الكبير 122 كيلوغراماً، وبه زعنفتا تثبيت كبيرتان تنفتحان بعد الطرد، بالإضافة إلى ذراعي تطويل تلسكوبيين كبيرين يمتدان لتثبيت المقعد. وزودت الطائرة بجناح تقليدي لكنه أصغر حجماً، إذ تمتد المسافة بين الجناحين إلى 7 أمتار فقط، وبمساحة حوالي 18 متراً مربعاً. كان ذيل الطائرة غير تقليدي البتة، بسطحين أفقيين مائلين وسطحين عموديين. تشبه هذه الأسطح شكل الريش على سهم الرمي، وهي تؤدي الغرض نفسه، ألا وهو الحفاظ على استقرار الطائرة وتوجيهها بدقة. أسطح الذيل العمودية العلوية والسفلية كبيرة وسميكة مقارنة بالطائرات العادية، ومقطعها العرضي يشبه وتداً حافته الحادة للأمام والخارج، وقاعدة ملساء بلا نتوءات في الخلف. يوفر هذا استقراراً إضافياً للطائرة ويمنعها من التأرجح عند السرعات الفائقة. يحدد مستشعر تدفق الهواء في مقدمة الطائرة اتجاه تدفقه وتأثير الضغط، وأطلق على هذا المستشعر كرة المقدمة، وجهز بمؤازر للتجاوب مع تدفق الهواء الذي يؤثر على مقدمة الطائرة. وانطلاقاً مما سبق، توصل المهندسون إلى تحديد زاوية الهجوم وميل الانزلاق الجانبي وضغط تصادم تدفق الهواء على الطائرة، كما يتم تبريد كرة مقدمة الطائرة بالنيتروجين المسال لمنعها من الذوبان بفعل الحرارة العالية التي تنتج عن الاحتكاك بالهواء أثناء التحليق بسرعات فائقة. ومن المفارقات أن جوزيف ووكر كان يحب أحياناً مراهنة زملائه طياري الاختبار على أنه سيكون أول من يحلق بطائرة صاروخية فوق خط كارمان، أي الحد الفاصل المعترف به عالمياً على ارتفاع 100 كيلومتراً. وفي يوم 22 أغسطس من عام 1963 في الرحلة 91 حقق جوزيف ووكر رقماً قياسياً عالمياً جديداً بالوصول إلى أعلى ارتفاع في 108 كيلومتراً بطائرة X-15 دون محرك. رفعت X-15 للتعليق على جناح قاذفة القنابل B-52، حيث وثبتت الرافعات في مناطق صيانة وتزويد X-15 بالوقود. اكتملت كل فحوصات ما قبل المغامرة، وأقلعت X-15 لتكون أول طائرة تستخدم منصة قصور ذاتي وكمبيوتر. كانت الأدوات البارومترية التقليدية شبه عديمة الفائدة بالنسبة للهدف من رحلة X-15، ومع ذلك فقد كانت رهن إشارة جوزيف على لوحة التحكم، لكنه لم يستخدمها إلا أثناء الهبوط لأنها لا تعمل على الارتفاعات العالية أو خارج الغلاف الجوي. وبدلاً من ذلك كان يستخدم بيانات القصور الذاتي للتحكم والتوجيه في معظم أطوار الرحلة،
الإطلاق. وانطلقت X-15 بعيداً عن قاذفة القنابل وبدأت في السقوط الحر لبضع ثوان، ثم انطلقت الصواريخ باحتراق الوقود خلال 85 ثانية محررة طاقة هائلة. سحب جوزيف الطائرة للأعلى بزاوية صعود شديدة الانحدار ليبدأ في اتباع مسار يشبه قطعاً مكافئاً طويلاً حتى خرج من الغلاف الجوي. وكان الطيار يتمتع برؤية جيدة لأن النوافذ كانت بجوار رأسه. ومن الأمور غير العادية في الرؤية من نوافذ X-15 أن الطيار لا يمكنه رؤية أي جزء من الطائرة، لا يمكنه رؤية مقدمة الطائرة ولا الأجنحة ولا أي جزء آخر منها. عادة ما يستخدم الطيارون مقدمة الطائرة والأجنحة كعلامات مرجعية لتحديد الارتفاع، لكن في X-15 كان المرجع الوحيد لجوزيف هو إطار النافذة، وهذا ما أربكه قليلا من ناحية. لكن من ناحية أخرى كانت تلك الإطلالة البانورامية مناسبة جدا للاستمتاع بالأفق المذهل والحد الفاصل بين الأرض والفضاء. فكر جوزيف في هدوء هذا المكان الذي لا يوجد مثيل له في أي مكان آخر. أنجزت المهمة، أكمل جوزيف مسار القطع المفاجئ بشكل مثالي وعاد ليدخل إلى الغلاف الجوي بنجاح. تشبه X-15 طائرا أسطوريا قويا يزداد قوة وسرعة حتى يتجاوز سرعة الصوت صعودا، لكنه سرعان ما سيستدير هبوطا مرة أخرى حتى يصل بجوزيف ووكر إلى موطنه. يستعد جو لبدء مرحلة الانحدار والهبوط من الفضاء. تنفرد X-15 ببعض الخصائص المميزة التي تعزز سلامة الهبوط بشكل كبير. تمتاز الطائرة بمكابح سرعة عالية الكفاءة، وهي مكون أساسي في الطائرات بدون محرك من أجل ضبط الطاقة وضمان عودة الطيارين إلى الأرض سالمين. وكلما كانت هذه المكابح فعالة أكثر زادت قوة التحكم بالطاقة والهبوط. من الصعب تخيل هذا، لكن جوزيف هبط بالطائرة X-15 بعد حوالي 11 دقيقة وثمان ثوان فقط من الانطلاق. قطع فيها مسافة 542 كيلومترا ليصنع التاريخ باعتباره أول طيار اختبار مدني يحلق نحو الفضاء بطائرة صاروخية مرتين. ورغم كل مخاطر برنامج X-15 فقد نجح طيارو الاختبار الشجعان في تجاوز حدود مهاراتهم العملية وقدراتهم البدنية في سبيل إتقان هذه التكنولوجيا التجريبية الرائدة. ساعد نجاح البرنامج بشكل عام على تطوير برنامج مكوك الفضاء، ومهد الطريق أمام وكالة ناسا للاستمرار حتى وصلت إلى القمر بعدها بعقود. حصل جوزيف ووكر على الكثير من الجوائز ونال شارة رواد الفضاء الغالية على قلبه، لكن بعد إنجازه المشهود بعدة سنوات. وعلاوة على ذلك منحت الثقة لجوزيف من أجل قيادة مركبة أبحاث الهبوط على سطح القمر التي تستخدم في تطوير التقنيات التجريبية والتشغيلية للهبوط على سطح القمر، كما سميت فوهة القمر الشهيرة ووكر على اسمه تقديراً لجهوده وتضحياته. في الرابع من ديسمبر 1970 كان برفقة الطيار بروس جيرنون اثنان من الركاب على متن طائرته بيتشكرافت بونانزا ذات المحرك الواحد، وهما والده وشريكه في العمل. أقلعوا من جزيرة أندروس في جزر الباهاما واتجهوا إلى الشمال الغربي نحو ساحل فلوريدا، وبالطبع كانوا في المجال الجوي لمثلث برمودا الشهير. لكن هذه الرحلة كانت عادية بالنسبة لبروس، فقد قام بها بروس عشرات المرات من قبل. تستغرق الرحلة عادة حوالي ساعة ونصف عند عدم وجود أي عوائق. أقلع بروس وبدأت الطائرة في الارتفاع، ومنذ البداية بدأت أشياء غريبة تحدث. رأى في البداية سحابة صغيرة أمامه، لكن حجمها استمر بالازدياد، ليس لأن الطائرة كانت تقترب بل كان حجمها يكبر فعلا. كان على بروس التحليق من خلال السحابة وقد خرج من الطرف الآخر بسلام. لاحقا ارتفع للأعلى، وإذ بسحابة أخرى. كانت هذه السحابة ضخمة ولم يكن أمامه أي خيار سوى اختراقها. وفي تلك الأثناء حل ظلام دامس حول الطائرة، لم تكن هناك عاصفة ولم يكن الجو ماطرا، وهذا ما جعل بروس يشعر بالقلق. وبعدها بوم، رأى ومضات من الضوء الأبيض. واصل بروس الطيران لثلاثين دقيقة أخرى، وحينها أدرك أنه في نفس السحابة التي مر من خلالها عندما بدأ في الصعود.
لكن السحابة صارت أسطوانية الشكل، وكانت طائرته تحلق في مركزها. كانت واسعة وبدا أنها بلا نهاية. ظن بروس أنه لن يخرج أبدا من هذا الفخ، لكنه بعد دقيقة رأى ضوءا في نهاية النفق. فجأة بدأت جدران السحابة النفق تصبح ضيقة، كانت تقترب من الطائرة، وتوقف نظام الملاحة عن العمل. كانت البوصلة تدور بشكل عشوائي بعكس اتجاه عقارب الساعة. بقيت جدران السحابة تضيق أكثر وتصغر أكثر وأكثر، وبدأت تلتف كالدوامة. جميع الأجهزة الكهربائية توقفت عن العمل، ولم يكن لدى بروس ما يكفي من الوقت. كان لابد من الخروج من المكان بسرعة، وبعد 20 ثانية مضنية استطاع الخروج من هذا الفخ الضبابي. وصف بروس الحادث لاحقا وقال أنه شعر بانعدام وزنه 5 ثوان عندما غادرت طائرته النفق. تفرقت الغيوم وأصبحت الطائرة الآن في ضباب رمادي. شعر بروس براحة كبيرة آنذاك، وأمسك فورا بالجهاز اللاسلكي واتصل ببرج المراقبة لتحديد موقعه. ولكن عندما نظر المراقب إلى الشاشة الخضراء شعر بالارتباك. لم تكن طائرة بروس موجودة على الرادار. بدا الأمر وكأنها جسم غير مرئي، لكن المراقب قال أن الطائرة موجودة بالفعل في المجال الجوي لميامي. حينها شعر بروس بصدمة كبيرة. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا، الرحلة كاملة تستغرق حوالي 90 دقيقة، ولم يمض من الوقت أكثر من 47 دقيقة منذ أقلع. طائرته ليست سحرية لتكسب سرعة تفوق سرعة الصوت وتتجاوز السرعة القصوى للطراز الذي تنتمي إليه. كان هذا مستحيل التفسير، حتما أخطأ المراقب في تقديره. ولكن عندما تلاشت الغيوم رأى بروس أنه فوق ميامي فعلا. هبطت الطائرة بسلام، وحان الوقت لمحاولة حل اللغز. تحقق بروس من الوقود المتبقي ومن ساعته، وبعد عملية حسابية قصيرة أصبح أكثر حيرة. لم تستهلك الطائرة كمية الوقود التي يجب أن تستهلكها. تظهر سجلات الأرشيف أنه تم تسجيل 84 بقعة شمسية في ذلك اليوم، بالإضافة إلى رياح شمسية ضخمة. قد يتسبب هذا في حدوث اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض، والتي بدورها قد تؤدي إلى خلل في أجهزة ورادارات الطائرة. لكن حتى الآن لم يتمكن أحد من تفسير كيفية وصول الطائرة إلى ميامي بهذه السرعة. ربما سيتم الكشف عن الحقيقة في المستقبل، وحتى ذلك الوقت يبقى هذا لغزا آخر من ألغاز مثلث برمودا. اختفت أكثر من 50 سفينة وعشرين طائرة هنا منذ منتصف القرن 19. لن تعثر على هذا المكان باستخدام الخرائط الورقية العادية، لأنه ليس إقليما رسميا في المحيط الأطلسي. إنه مجرد مساحة من المياه على شكل مثلث على مسافة ليست بعيدة عن الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة. في القرن 20 أصبح هذا المكان أسطورة. يعتقد البعض أنه موقع لقاعدة سرية، ويثق آخرون أنه بوابة زمنية تعلق السفن في عاصفة قوية وتنتقل إلى الماضي أو المستقبل. وتوجد نظرية أخرى تفترض أن مدينة أطلانتس غارقة أسفل مثلث برمودا مباشرة، وقد تسببت تقنياتها المتقدمة في انبعاث طاقة تدمر السفن، وحتى الطائرات تختفي في هذه المنطقة. أدى كل ذلك إلى ربط الناس لأي أحداث غريبة في المحيط بمثلث برمودا بشكل ما، وأصبح الخوف من المثلث شائعا في الكتب والأفلام، وأحب المخرجون والكتاب والصحفيون ذلك الموضوع كثيرا. ومع ذلك لن تجد في أعمالهم أي إجابات صحيحة شافية تحل هذا اللغز. يمكنك العثور على حقيقة هذا المكان بنفسك إذا بحثت جيدا، لكن دعونا أولا ندحض أضعف النظريات. الأجسام الفضائية وقارة أطلانتس والسفر عبر الزمن، ظهرت كل تلك الخرافات في منتصف القرن 20. لم يكن هناك أي سجلات للظواهر الغامضة قبل ذلك الوقت. كل ما في الأمر، لاحظ الناس غرق الكثير من السفن في هذا المكان، وكتب أحد الأشخاص كتابا عن وقوع قارة أطلانتس أسفل منطقة المثلث. لم يقدم الكاتب أي دليل على مزاعمه، لكنه شرح فرضيته بأسلوب مقنع للغاية. قرأ الناس كلامه وأعجبوا به. تميل النفس البشرية إلى القراءة عن الأسرار. عندما يعرف المرء شيئا لا يعرفه الآخرون، يجعله ذلك يشعر بالتميز،
ويبدأ بالتأكيد في الإيمان بهذا السر. وهذا أحد الأسباب التي جعلت كتاب مثلث برمودا يحظى بشعبية كبيرة. جنى المؤلف من ورائه أموالا كثيرا، وأراد الآخرون أيضا إثراء أنفسهم بالطريقة نفسها، لذا ظهرت بعض النظريات المدهشة الأخرى عن السفر عبر الزمن والقواعد السرية. بعد ذلك بدأت صناعة الأعمال الوثائقية، إلا أن سردية تلك الأعمال لم تسند الطبيعة الغامضة لمثلث برمودا إلى حقائق واقعية، وإنما نظريات من كتب أخرى. يستحيل العثور على الحقيقة وسط كل هذه الفوضى. يحب البعض معرفة الأسرار والتباهي بمعرفتها حتى إذا كانت غير حقيقية، لكن يمكنك دائما العثور على الحقيقة إذا أردت فعلا. تحتاج فقط إلى أن تنظر في كل خرافة وتحاول العثور على المصادر التي تثبت صحتها. من المرجح ألا تجد أي شيء سوى بعض الأفلام والكتب غير العلمية. يوجد أيضا بعض الأمور الأكثر واقعية عن مثلث برمودا، لكنها أقل إثارة للاهتمام. تقول إحدى الفرضيات إن السفن تختفي بسبب غاز الميثان. تتركز رواسب هذا الغاز تحت قاع البحر في هذه المنطقة، وتنطلق من هناك في بعض الأحيان لتصعد إلى السطح، وبمجرد أن يتلامس غاز الميثان مع المياه يتخذ هيئة فقاقيع عملاقة. بعد ذلك يتشكل الزبد بسبب الفقاقيع ويتسبب في أمواج كبيرة تقلب السفن. هذه النظرية بها جزء من الحقيقة، إذ توجد تلك الظاهرة الطبيعية بالفعل، لكن ليس في مثلث برمودا. لم تؤكد أي من الدراسات العديدة وجود تركيز متزايد لهذا الغاز في تلك المنطقة، إذا حدث آخر انفجار لغاز الميثان هناك منذ حوالي 15,000 عام. النظرية الواقعية الأخرى هي الأمواج المارقة. تتشكل تلك الأمواج بدون عواصف أو رياح، ويتحول فيها سطح المياه الهادئ إلى موجة كبيرة بارتفاع مبنى من 5 طوابق في 3 ثوان فقط. تغرق السفن ثم تختفي بسرعة. يعود البحر هادئا كما لو لم تكن هناك أي موجة على الإطلاق. يعتقد بعض العلماء أن تلك الظاهرة ترجع إلى تصادم التيار البحر السطحي مع رياح معاكسة قوية، لكن بعض الحالات المسجلة لم تتضمن أي رياح. وتشير نظرية أخرى إلى ظهور تلك الأمواج بسبب اصطدام التيارات الدافئة والباردة. لكن النظرية الأكثر إثارة للاهتمام تتحدث عن مصاص دماء حركي يشكل الأمواج. في ظروف طبيعية معينة تتمتع الأمواج بالقدرة على تبادل الطاقة الحركية، ومن بين كل الأمواج توجد الموجة الأكبر، موجة مصاص الدماء التي تمتص الطاقة من كل الأمواج الأخرى، وعندما تتراكم الطاقة تجعلها موجة مصاص الدماء تتناثر، ويفسر ذلك قوة التأثير والاختفاء المفاجئ. تبدو كل النظريات منطقية، لكن ما يزال العلماء غير قادرين على اكتشاف طبيعة هذه الظاهرة. نعم، الأمواج المارقة قد تغرق السفن، لكن ليس في مثلث برمودا فقط. نادرا ما تظهر تلك الأمواج في كل محيطات العالم، لذا دعونا ننتقل إلى النظرية التالية. أفاد البعض ممن أبحروا خلال ذلك المكان بأن أجهزة الملاحة أصبحت غير مستقرة. تتعطل البوصلة والأجهزة الإلكترونية وتنقطع الإشارة والاتصالات اللاسلكية. نحتاج إلى النظر للمثلث من الفضاء لمعرفة السبب. إذا استخدمت أجهزة استشعار وأجهزة خاصة سترى أن المجال المغناطيسي للأرض يصبح أضعف فوق مثلث برمودا. هذا المجال أشبه بالدرع الذي يحمينا من الإشعاع الشمسي. قال رواد فضاء محطة الفضاء الدولية إن المثلث يستقبل جزيئات من الشمس أكثر من أي جزء آخر من الكوكب، لذا تصبح الأجهزة الإلكترونية غير مستقرة في هذه المنطقة. لكن لا تحدث تلك الأعطال مع الأقمار الصناعية وغيرها من الأجسام الفضائية التي تحلق داخل الغلاف الجوي لكوكبنا. تظهر مناطق ضعيفة المجال المغناطيسي في جميع أنحاء العالم، ونادرا ما نرى اضطرابا بأجهزة الملاحة في أي منها. هذا يعني أن السفن والطائرات تعمل بشكل مستقل في ظل ظروف مشابهة، لكن مع ذلك لا تعمل البوصلة بشكل صحيح في منطقة المثلث. هل هذا بسبب شذوذ الكهرومغناطيسي نفسه الذي يؤثر على أنظمة الملاحة؟ سرعان ما دحضت هذه النظرية، إذ يتحقق العلماء بانتظام من الخريطة المغناطيسية لتلك المنطقة ولم يعثروا على أي انحرافات عن الطبيعي. سبب عدم استقرار وظائف البوصلة ليس الشذوذ، بل لأن مثلث برمودا أحد المناطق القليلة جدا في العالم حيث يتزامن القطب الشمالي الحقيقي مع القطب الشمالي المغناطيسي.
القطب الشمالي الحقيقي هو القطب الشمالي الجغرافي، بينما يتحرك القطب المغناطيسي باستمرار حول الكرة الأرضية تجاه الشمال مباشرة. في بعض الأحيان يتزامن القطبان معا، مما يتسبب في ظاهرة تعرف بخطوط عدم الانحراف. إذا صادف وجودك عند أحد تلك الخطوط، ستجد البوصلة تتصرف بشكل غريب ولن تشير إلى القطب الشمالي الحقيقي. لهذا السبب اختفت الكثير من السفن في هذا المكان في بدايات القرن العشرين. كان الناس يستخدمون بوصلات عادية ولم تكن لديهم تقنيات الملاحة الحديثة، وكان اختلال عمل البوصلة يؤدي إلى عواقب وخيمة. تخيل أنك قبطان إحدى السفن في عام 1901 على سبيل المثال، وتعتمد على البوصلة لإرشادك في عرض البحر. تعرف أنك تحتاج دائما إلى الإبحار نحو الشمال للوصول إلى اليابسة، ثم تدخل إلى مثلث برمودا. تنظر إلى البوصلة وتلاحظ تغير اتجاه السهم قليلا. ستحتاج الآن إلى تحويل دفة السفينة إلى اتجاه آخر. إنه اتجاه خطأ، لكنك لا تدرك ذلك بعد. تسلك المسار الخطأ وينتهي بك المطاف في منطقة الكاريبية. تنتشر الكثير من الجزر الصغيرة في تلك المنطقة، وقاع البحر ليس عميقا، لينتهي بك المطاف داخل سفينة عالقة في المياه الضحلة دون أدنى فكرة عن مكانك. هكذا اختفت بعض السفن في هذه المنطقة. لكن إذا كان لديك نظام تحديد الموقع العالمي، لن تضل طريقك وستتمكن من الإبحار بأمان إلى اليابسة. وبالمناسبة، يمكنك الآن في القرن الحادي والعشرين استخدام البوصلة في منطقة مثلث برمودا دون مشكلة، لأن القطب الشمالي المغناطيسي لم يعد يتزامن مع القطب الشمالي الحقيقي في هذه المنطقة، وأصبحت خطوط عدم الانحراف في مكان آخر حاليا. لكن مع ذلك، لسبب ما، ما تزال السفن تفقد هناك. والآن نصل إلى أكثر حل غير متوقع للغز مثلث برمودا. أجل، أحيانا ما تختفي السفن في تلك المنطقة، والسبب هو المياه أو المحيط أو الطبيعة أو أي سبب آخر. للأسف الشديد، تغرق السفن في جميع أنحاء العالم وليس في هذا المثلث فقط على وجه التحديد. توجد أماكن في المحيط الأطلسي تختفي فيها عدد أكبر من السفن، بل ومثلث برمودا ليس حتى من أبرز 10 مناطق لاختفاء السفن. لكن لماذا لا يعرف الناس عن تلك الأماكن الأخرى؟ لأن الناس قررت كتابة حكايات خيالية عن مكان واحد على وجه التحديد. يمر أشهر طرق السفن في المحيط الأطلسي عبر مثلث برمودا. هل يمكنك تخمين أكثر مكان يعثر فيه على حطام السفن إحصائيا؟ في المكان الذي يمر من خلاله عدد كبير من السفن. الحقيقة المسجلة الوحيدة التي نعرفها عن مثلث برمودا هي كثرة العواصف، لكن حتى الطقس السيء والبحر الهائج لا يتسببان في غرق السفن دائما. كذلك غالبا ما تتشكل الأعاصير في منطقة المثلث. تمتاز منطقة برمودا بارتفاع الضغط الجوي، ويتسبب هذا الضغط في انحراف سحب العواصف نحو المثلث. يمكن أن تتسبب الرياح القوية والأمواج العالية في غرق السفن، وقد تؤدي ومضات البرق إلى تدمير الطائرات، لكن تلك الظواهر ليست فريدة من نوعها. لذا لا تلقي باللوم على المثلث في كل تلك المشكلات، إنه مكان جميل وخلاب يجذب الكثير من السياح.